من جديد يا كابتن ايمن شوقي طبعا، ومع كل مشاهدي اللي في كل مكان. فوز مهم جدا الحقيقه، ويمكن مستر بيتسو موسيماني حضر بشكل مميز جدا للمباراه، اصرار وجديه وعزيمه لعيبه النادي الاهلي كالعاده. حابب يقول على الفوز النهارده، وببارك له وببارك لكل لعيبه النادي الاهلي. Yes, مبروك to everybody, the players, everybody in Cairo, the technical team, good support from the board, and Captain Khatib is here. دعم كبير مجلس إدارة من كابتن خطيب معانا هنا في الرحلة. We fought, we played smart, we scored here, so it was the same score of last year. لعبنا ولعبنا بذكاء وسجلنا هنا نفس الاسلوب اللي عملناه السنه اللي فاتت، والتسجيل سجلناه السنه اللي فاتت. Yes, very difficult game. ماتش صعب جدا طبعا. But normally you must sort out your problems at home first. بس طبعا لازم تحل المشكله. تحل المشكله هنا العوده تبقى اصعب، انت سهلت الدنيا هناك. You could have played better to pass the ball out. كان ممكن يلعب افضل ويطلع بالكوره احسن، بص الكوره يطلع بيها احسن. Passing out was not very good. التمرينات ما كانتش عاليه نطلع بالكوره، بس اشتغلنا كويس الحمد لله. أناش حاجة لسه، خلاص دلوقتي خلاص المباراة هتنتهي، هنبدأ نحضر على طول المباراة القادمة. مستر بيتسو شايف الفترة اللي جاية ازاي والمرحلة اللي جاية مع لعيبة النادي الأهلي؟ We don't talk about the semi final now, we talk about the next game. مش هتكلم عن الدور ده بالنهائي، هتكلم الماتش الجاي. بركان البركان في السوبر. في القطر. After that we will talk about. بعد كده نتكلم بقى على الخصم القادم يعني. But we need to keep calm. محتاجين نهدى. Of course we must celebrate. طبعا لازم نحتفل. ركز، فوكس. بس احنا لازم مركزين برضه، بس تركز. ده فوز، وصلنا الدور التالي. الماتش الاصعب هو اللي جاي دايما. مبروك. مبروك مبروك everybody، مبروك. اكيد بنشكر مستر بيتسو موسيماني على قراءته المميزه وادارته الفنيه الرائعه لهذه المباراه، امر مهم جدا كان لابد ان احنا ناكد عليه. يمكن الحقيقه قلنا كده، اشتغل الفتره اللي فاتت خمس ايام متواجدين لعيبه كان عندها اصرار كبير جدا. يا رب ان شاء الله يبدا النادي الاهلي ويستمر في ادائه المميز، ويستمر ايضا كمان بيتسو موسيماني في قراءته الفنيه لكل الفرق خلال المرحله القادمه. عوده ليك من جديد، لكن مستمرين معاك يا كابتن ايمن، وفرحه كبيره من داخل غرف خلع ملابس هنا في بريتوريا.